انا علي احمد من سيدي حي وسعد، العمله ديالي خنيفره. من الصغر ديالي كانت في الحقل الكسيبه والحرط. عمو ديالي عن سقسك، يعني تعطينا شي نصائح للناس اللي اول مره غيشريو الحواله، كيفاش شنو كيفاش الحاول كيكون دايزن الضحيه، كيفاش كيكون وكيفاش خصهم يفتشوا الحاول؟ الكسيبه كاع باش خلقها الله دايزه، ولكن الا وقع عليه شي حاجه في العمر ديالو، تهرس ليه قرون ولا تهرس من الرجال ولا تقطع عليه الودن، ما كيوصل العينين ما كيوصلهاش. يعني الودنينه ضروري خصها تكون كتوصل للعين، ولا فيه داك الحبوبات ديال العنق هنا ما دايش. ولا كانوا الحبوب مثلا في رجلو ولا في شي حاجه، ماشي مشكل هنا باش ما دايش. بالنسبه للعمر شحال خصو يكون في عمره؟ من 6 شهور الفوق. من الفوق اجي شمن السن، يعني الحاول اذا وصل واحد السن يعني ما كيبقاش بحال نقول لك الحام ديالو ما كتبقاش فتيه، هذاك خصو ما يفوتش 4 سنين. 4 سنين لتحت اللحم ديالو مازال صغير، ومالا 4 سنين الفوق تاكل اللحم ديالو قاصح. ما كيفتش في الطاجين ولا جعل، خصك الكوكوت غير فش فش فش. واخا. وبالنسبه مثلا الا بغى يفتش الحاولي كيفاش خصو يفتشو؟ خصو يشوف السنان ويشوف الودنين ويشوف الرجلين ويشوف القرون ويشوف العينين. الا تا العينين ما عندوش شي وحده ما دايش. القرون كيف حال؟ ايش القرون زعما؟ واش يكون وحده؟ لا دابا القرون كاينين عندهم كاملين، ولكن الا تهرس ليه. فهمت. الا تهرس القرون ما كيبقاش يدير والو ما داش، واخا تهرس ليه غير 2 سنتيم. واخا. ونسقسيك بالنسبه للحواله، كاين الحواله اللي عندهم ذاك الحوالق هنايا، وكاين اللي لا. ذاك الحوالق ديالاش بغينا نعرفوا ذاك الطبيب. حتى انا عندي دابا ها هما عندهم الحلقات، واني ما جيتش حتى جا الطبيب ديال المخزن دار لهم بحال لاكارت، الا وقع شي حاجه في اللحم يجبدوني واخا كنت انا في سيدي عوزعاد. على عقاش بنادم تيدير يعني شي علف ما مزيانش، يعني بنادم ضروري خصو يعمل داك يشري الحول يكون بالحلاقه. اييه هذيك مضمونه في الدار ديالك، وهذاك اللي ما عندوش المسائل دابا كيوقعوا العلف ديال الناس ما مزيانينش. كاين اللي كيعلف الشمندر خايب شويه، كاين اللي كيعطيهم حاشاك البزق ديال الدجاج، اللحم ديالو والله ما تاكلو. دابا مثلا هاد الحلاقه، اذا شي واحد خرج له اللحم ديالو اللحم الحولي ماشي مزيان، يقدر يتباع مول الحولي غير بديك الحلاقه، يخلصها ويدير الخضيه. راه كاينه في الفطرات اللي عندنا، الا بغيتي نعطيها لك هي معايا. والله الا عندي في الدار كتغوت شي وحده وكنعرفها غير بالكلام ديالو، عرفت هادي عرفتهم كاملين. كيفاش العلف اللي مزيان الحواله شنو هو؟ الشعير. العلف اللي مزيان العلف ديالنا كتشوف فيه ود اخويا، ها هو جبناه من ليه، ها هي الشعير ديال البلاد شتيه. حنا ما كنسريش العلف هنا كاع، كنجيبو من البلاد من خنيفره. كتجيبو العلف؟ اييه من ليه، باش نتاكد حنا اش كياكلوا الكسيبه ديالنا. واللحم اللي مزيان خير من اللحم اللي رب اللي سمين بالربيع، يعني اللي كيعلف الربيع. اييه اللي سراح حتى يسمن، هذاك اللحم ديالو ما كي تبغيش تطلق ليه يمشي للكرش، بغيتي غير يبقى بحال المسكه. الحاولي كتجيبه مثلا كيطيح مشي دار ولا مشي سطح، كيطيح من الارض، يعني كيكون ديك الساعه باقي كيفرطط الندم كيمشي كيذبحو. واش دايز الضحيه؟ دايز صافي. لا اللي كيحرك ما. وعندنا واحد المشكل اللي ما كيربيش الغنم ديالو، يعطيهم الدواء ديال الطبيب هذا، راه كتكون واحد السين تا في المصامر تا تقتلو حتى تحبس ليه الماكله وكتموت. وكنمشي للطبيب هذا يعطينا الدواء اللي كيقتل ديك الدوده. واحد السيده في الحومه شرت الحاولي، اييه ما كيبغيش ياكل، وغير كي حاشك من الاخر ديالو غير كيسيلو ما كياكل ما والو، شنو يقدر يكون السبب ديالو؟ راه ديك السبب الله عالم، كان العلف بزاف ولا كاين شي مرض تنقول ليه ميزويغ، كيضرب ليه اللحم ما حتى اللحم ديالو ما كاين مزيان، ولا معنا ما كيقتل ما والو ما كاين، ولكن ما مزيانش في الميثاق. وشكرا بزاف، بارك الله فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.